Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. You know my friends are very much active these days. Bismillahirrahmanirrahim. और एक बात करके फिर निकलते हैं, काम करते हैं, क्योंकि काम इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. मुकद्दर में जो सख्ती थी वो मर कर भी नहीं निकली. किस्मत में जो सख्ती थी वो मर कर भी नहीं निकली. कब्र खोदी गई तो पथरीली ज़मीन निकली. यानी मरने के बाद भी ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे आपके लिए कोई फॉर्म का गद्दा मोल्टी फॉर्म लगा होगा. ये सिर्फ आपके अमाल ही होंगे जो वहाँ पर रोशनी, लाइट और अच्छी. तो अरीबा मलिक ज़रा बेटे वो 50,000 पे जाएं ना, कोई काम करके दिखाएं. और ये तलावत जो है, जैसे हम कर रहे हैं, यहाँ सिग्नल का मसला है, आप तो कर सकती हैं ना वहाँ से एक घंटे की महफिल कभी बैठ के सजाएं आप भी घर से. और अभी भी जो मांगना है मांग लें, वरना ये पीछे जैसे लटका हुआ ना, लटका देंगे सारों को. अब दुआ करें कि सिग्नल ड्रॉप ना हो, चूंकि यहाँ सिग्नल ही नहीं आ रहे, हालांकि बड़े स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हैं. चलो अल्लाह से मांग लें, अल्लाह से ताल्लुक बना लें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मांग लें दिल खोल कर, जो भी अरमान है, जो भी हसरतें हैं, दुआ करते रहेंगे दुराने तलावत, तो इंशाल्लाह फजल होता रहेगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. यासीन 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 वल कुरानिल हकीम इन्नक लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजील अल अज़ीज़ रहीम लितुन्ज़िरा कौमन मा उन्ज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي على الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكرى وخشي الرحمن بالغيب فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वद्रिब लहुम मसलन असहाबल करिया इज जाहल मुरसलून इज अरसलना इलैहिम अस्नैन फकज़बूहुमा फअज़ज़ना बिसालिसिन फकालू इन्ना इलैकुम मुरसलून कालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना वमा अंज़लर्रहमानु मिन शैइन अंतुम इल्ला तकज़िबून قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة
قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا سيئه واحده فاذا هم خامدون يا حسره على العباد ما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون لم يروا كما اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون وان كل لما جميع لدينا محضرون وايه لهم الارض الميته واحييناها واخرجنا منها حبا فمنه ياكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون لأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشؤون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها موردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيئة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مركزنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون لم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد وضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والألم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس موطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الدهاء بدر الدجا صدر الولا نور الهدى كاف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله واسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وسدرة المنتهى مقامه وكعب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر أم مغرق خذ يدي ساهلنا أشكالنا بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر أم مغرق خذ يدي ساهلنا أشكالنا بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي ساهلنا أشكالنا بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر أم مغرق خذ يدي ساهلنا أشكالنا بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر أم مغرق خذ يدي ساهلنا أشكالنا بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي ساهلنا أشكالنا بسم الله الرحمن الرحيم سب دوست اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ دعا کرتے رہیں دوران تلاوت اور جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ مالک کے فضل سے دعا قبول ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تسبيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله 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 الحمد لله 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 الله أكبر 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 میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا اللہ 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 میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا اللہ 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 میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا
الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله 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 الحمد لله 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 الله أكبر 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 الله أكبر
अल्लाहु अकबर 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 सब लोग कोशिश करें अपना अपना ताल्लुक डायरेक्ट अपने रब से बनाएं और देखें कि अल्लाह सुबहानहू व तआला इस वक्त क्या फजलो करम फरमा रहे हैं और तमाम तरह की जो बड़ाइयाँ और मुस्तकिल बातें दिलों में ठहरी हैं उनको निकालें, अल्लाह सुबहानहू व तआला की बड़ाई को दिल में जगह अता करें, मेहरबानी करें। आप बहुत सारे एहसान करते लोगों के साथ और बड़ी नेकियाँ करते, एक नेकी और एक एहसान हमारे साथ भी कर लें कि दिल को खाली कर लें और दिल में हमें एक थोड़ी सी मंजी डालने की गुंजाइश अता करें। दिल तो पागल है, दिल तो दीवाना है और ये अगर अल्लाह ताला की याद में लग जाए तो जीने को और मरने को और क्या चाहिए। डायरेक्ट हो जाए सब और ख़ास तौर पे ऐनी और तौकीर अब्बास, ये ज़रा पता करें ना कि सिद्दीकी साहब का क्या हाल है। अल्लाहु अकबर। بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سُبْحَانَ اللَّهِ 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 سبحان الله 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 الحمد لله 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 الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رحمة الله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قطرات الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أوراق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الكفار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما خلق في البحار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الليل والنهار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع الخلائق على سيد المرسلين سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المهجلين وشفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تھوڑا تھوڑا یہ پیٹرول بھی ڈالتے جائیں تاکہ کام چلتا جائے. آپ بھی پانی پی سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد لله الذي زين النبيين بنوره وبحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين برسوله المجتبى ومسره المسير من فوق العرش الى تحت السرى. الحمد لله على ما مضى والحمد لله على ما بقى. الصلاة والسلام على محمد خير الورى. مدتك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي أنت خيار الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وارث الأنبياء رسول صاحب الوحي أحمد شفيع الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سيد الكونين والثقلين وإمام القبلتين وشفيع الأمم في الدارين فتح فاتح الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله النبي المصطفى رسول سراج العالمين محمود مطيب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سيد المولى رسول النبي الخافقين قاسم خير خلق الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله أولى من عباد الله أفضلنا رسول نبي صاحب الدارين خادم طيب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المزكي رسول تاج الحرمين ناهٍ طاهر الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله هدانا رسول جد الطيبين الحسن والحسين دائم مطهر الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله. اللهم أجب دعائي بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا وهب لنا من لدنك رحمة ومحبة وعزة ومحبة وريا طيبة من روضة محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. إلهي وارزقنا فتوة كثيرة كما في علمك يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله المقصودة يا رسول الله المحبة يا رسول الله الحاضرة يا رسول الله البركة يا رسول الله العزة يا رسول الله نبي مختار مرتضى امام امين الرسول مقتدى الائمة المهتدين هادي مبين الله المستغاث الى حضرت الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله دانا رسول مهد الامة من الدلالة بهداية مطيع الله المستغاث الى حضرت الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حبيب الله حبيبنا رسول مهتد الامة محمد صفي حجة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله. اللهم أجب دعائي بحق هذه الأسماء الشريفة يا الله يا رحمن يا رحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا باري يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض الهي إلهي وافزنا من الآفات والبليات وبارك لنا في الرزق والحسنات برحمتك يا أرحم الراحمين. محمد محمود محبوب محب الله ومجيبنا رسول كريم الله مرتضى خليفة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله رسولنا رسولنا للدعاء نبي طه وياسين قائم حمد الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى.
السلام والسلام عليك يا رسول الله أميرنا رسول كريم محمد الرسول الله ناصر كليم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى السلام والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله موئننا رسول انظر النبيين الياسين امامنا امين الله موئننا رسول انظر النبيين الياسين امامنا امين الله موئننا رسول انظر النبيين الياسين امامنا امين الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد بعدد معلوم لك اللهم اغثني بجمالك وجمال حبيبك اللهم اغثني بجمالك وجمال حبيبك اللهم اغثني بجمالك وجمال حبيبك المستغاث الى حضرت الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله 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 المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله مذكرنا رسول مؤطر الروح مطهر الجسم بار جواد الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى المستغاث الى حضرت الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سلطان الانبياء رسول صاحب الفرقان مكي شكور الله المستغاث الى حضرت الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله امام الاتقياء نصيرنا رسول الله صاحب الكوثر مدني منير الله المستغاث الى حضرت الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله تاج الأنبياء سراج الأولياء ضياؤنا رسول صاحب الميزان أبتاهي كريم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله برهان الأصفياء رسول صاحب الوحي سيد القوم ربي يتيم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله شفيعنا رسول من عند الله تعالى مجرى المهدي قريشي شهيد الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله إمام المتقين وزينة الأنبياء وسيلتنا رسول خادم الفقراء جازي النذير الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ختم الأنبياء وخاتم النبيين رسول ماهي الكفر والبدعة محمد بن عبد الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صادقنا رسول مرسل متوسط رحيم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله اللهم اجب دعائي بحق هذه الاسماء الشريفه يا باسط يا خافض يا حافظ يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا عليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ اپنی حفاظت کے لیے یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ 100 مرتبہ روزانہ باوضو پڑھ لیا کریں یا حفیظو 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 یا حفیظ
Ya fizo 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 ya fiz. Ya fizo 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 ya fiz. Ya fizo 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 ya fiz. यहाँ आकर कुछ हमारे सेल वीक लगते हैं, चूंकि साउंड सिस्टम है नहीं ना, और ये फिर सारा आपको पता है जोर लगाना पड़ता है। अल्लाह हू अकबर। आप दुआ करें अल्लाह फजल फरमाए, मजीद करम फरमाए और पूरी दुनिया को अमन का गहवारा बनाए। या हफीजो या फीजो या हफीजो या मुकीतो या हबीबो या जलीलो इलाही إلهي احفظنا من الآفات والبليات وبارك لنا في الرزق والحسنات برحمتك يا أرحم الراحمين سيدنا رسول مستغيث مقتصد عليم العال مستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله غثنا يا رسول الثقلين أنت كمني بلال مستغاث إلى حضرة الله تعالى المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعيزنا رسول ورسول المجتبى صاحب الرحمة أول حبيب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله أكرمنا رسول صاحب الشريعة وكاشف الغمة عزيز الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى أهل التقوى برهان الأصفياء رسول صاحب الطريقة شفاء فسيح الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله منا بك أنت نبينا رسول صاحب الحقيقة مداري بشير الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله إمام الأمم مقدمنا رسول صاحب المعرفة برهان رحمة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله كبيرنا رسول وفي صاحب الجنة زائر كريم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله اللهم أجب دعائي بحق هذه الأسماء الشريفة يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم Ya Hakimo 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 Ya Wadudo Ya Majido Ya Majido Ya Majido Ya Majido Ya Majido Ya Majido Ya Majid
या हकीमो या वदूदो या मजीदो 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 या मजीद या हकीमो या वदूदो या मजीदो 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 या मजीद या हकीमो या वदूदो या मजीदो 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 या मजीद या हकीमो या वदूदो या मजीदो 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 या मजीद या हकीमो या वदूदो या मजीदो 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 या मजीद या हकीमो या वदूदो या मजीदो या मजीदो या मजीदो या मजीदो या मजीदो या बायसो या शहीदो या हको या वकीलो या कवियो या मतीनो या वलियो या हमीदो या मौसीयो या मुब्दियो या मौईदो या मौजी या मुमीत या मोहिजी या मुमीतो या हयो या कयूमो या वाजिदो या माजिदो या वाहिदो या हदो या समदो इलाही إلهي وافزنا من الآفات والبليات وبارك لنا في الرزق والحسنات برحمتك يا أرحم الراحمين سند الأسينا يرحمنا رسول صاحب رحمة سلطان تيامي معين الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله فقیونا رسول صاحب الصراط مبلغنا قبلہ المستغاث الى حضرت اللہ تعالی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ولینا رسول صاحب النعمت باطن خلیل اللہ المستغاث الى حضرت اللہ تعالی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ شہید عوامنا رسول صاحب تاج مولنم باذن اللہ المستغاث الى حضرت اللہ تعالی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله اللهم اجب دعائي بحق هذه الاسماء الشريفة يا فرد يا وتر يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا ولو يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منغم يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذو الجلال والاكرام اللهم احفظنا من الافات والبليات وبارك لنا في الرزق والحسنات برحمتك يا ارحم الراحمين. یہ جو محفل ہے تلاوت ہے اس کی بے شمار فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ جو بیمار ہیں وہ اگر یہ تلاوت غور سے سنیں گے باوضو بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر سکون کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر تو ان کو صحت کاملہ ملے گی, بیماریوں سے نجات مل جائے گی. غریب اگر سنے گا دل لگا کر, دل لگانا بڑا ضروری ہے. لوگ تو پھیپڑے اور جگر لگاتے نا, تو آپ نے دل لگانا ہے, پیسے نہیں لگانے, دل لگا کر اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ اپنی غربت کا خاتمہ کر لیجیے. وہ جو مرلے دو مرلے کے مکان میں رہتے وہ اللہ تعالیٰ سے دل لگا کر محبت کر کے دو دو کنال کی کوٹھیاں اور لمبی سی پجاروں مانگ لیتے. تلاوت تو سننی پڑے گی. کوئی شخص اگر یہ کہے کہ ہم دو گھنٹے تلاوت نہیں سن سکتے تو پھر آپ جہنم میں جاؤ, ہمیں کیا لگے. بیکوز آئی ایم ویری مچ سیریس اباؤٹ یور سیلف کہ آپ کو دولت بھی چاہیے, جنت میں بھی جانا ہے, عزت سے رہنا ہے, بڑی لمبی پراڈو بھی چاہیے, اور یو کی ناٹ اسپیئر ٹو آورس فار آل دیس. آپ کا یہ خیال ہوتا ہے کہ صرف دو منٹ آپ کو دیے جائیں,
2 मिनट में बस सारी दुनिया की नेमतें आपकी झोलियों में डाल दी जाएं। यू थिंक के वी पीपल आर द फूलिश पीपल, हमने सारी जिंदगी इस काम पर लगाई, आप 2 मिनट लगाएंगे? और फिर बड़े इंटेलेक्चुअल्स जो हैं इस दुनिया में वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं। तो जहां और नेमते देंगे फैज बांटेंगे और टाइम भी दे देंगे। आप इरादा कर लें कि हमने आज से 2 घंटे जो भी तिलावत हो, जो भी टॉक शो, यू मस्ट लिसन टू प्रोग्रेस इन दिस वर्ल्ड। अगर आप चस्के लगाएंगे ना तो फिर वो शैतान भी चस्के लगाता है, वो आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। वो इतना बिजी कर देगा कि मरने का टाइम नहीं होगा, खाने का टाइम नहीं होगा, सोने का टाइम नहीं होगा। तो हमारे दोस्त अकल करें, अल्लाह के जिक्र के सिवा दिलों को सुकून कहाँ से मिलेगा? दिल ही जब पागल और गड़बड़ है, इंतशार है सोचों में, तो सुकून कहाँ से आएगा? हम भी तो करके दिखा रहे ना, वी आर द प्रैक्टिकल पीपल, बातें नहीं बनाने आए हम। अगर 2 घंटे निकाल सकते 24 घंटों में, आप क्यों नहीं निकाल सकते? ट्राई टू अंडरस्टैंड, वरना अगर शादी हो गई तो भी पछताओगे, न हुई तो भी पछताओगे, बच्चे पैदा हो गए तो भी पछताओगे, न हुए तो भी पछताओगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप PhD कर सकते, इतना पढ़ सकते, इतना दुनिया में झक मार सकते, 18 घंटे ड्यूटी कर सकते, माँ बाप को छोड़ के दूसरे मुल्कों में जाके पैसे की खातिर जलील हो सकते, इज्जत पाने के लिए, इज्जत दौलत शोहरत मोहब्बत और सेहतमंद जिंदगी खुशहाली के लिए आप ये टाइम नहीं निकाल सकते। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड, हमें आइंदा ये बात न बताई जाए कि हमारे पास 2 घंटे कौन तिलावत सुनेगा, आपका बाप भी सुनेगा अगर वक्त सर पे आ गया ना। यू मस्ट अंडरस्टैंड, खेल तमाशा नहीं है ये, दीन है दीन। 24 घंटे यू नीड टू स्पेयर, मौत सर पे नाच रही है, पता नहीं कब इस दुनिया से निकल जाए। शुक्र करना चाहिए कि अगर सच्चा सुच्चा खरा रास्ता मिल रहा है और बगैर पैसों के मिल रहा है, खुद ही घर बैठकर नेट पर सुन लीजिए, खुद तलावत कर लीजिए, जिंदगी बना लीजिए, और क्या चाहिए आपको? ये बहुत अफसोसनाक बात है कि इतनी लंबी तलावत कौन सुने जो कर रहा है, क्या समझते ही इज अ मैड मैन। बहरहाल चलो, चूंकि समझाना तो है आपको, चाहे हम किसी भी लहजे में समझाएं, बीमार अगर है वो अस्पताल जाकर लाखों लगा के मर सकता है, तो वो 2 घंटे तलावत नहीं सुन सकता हमारी। पैसे भी बच जाएंगे, सेहत भी गारंटीड है, लाइफ में खुशहाली भी गारंटीड है, देने वाला अल्लाह की ज़ात है, लेकिन हमें कुछ तो करना है ना। सारी जिंदगी मकान बनाते रहोगे, ऐसा हुआ भी है लोगों ने मकान बनाए, रहना तो नसीब नहीं हुआ। अल्लाह हू अकबर, तो अकल कर लें। जो बीमार हैं वो बस तिलावत सुनते रहा करें और ठीक होते चले जाएंगे। गरीब हैं तो अमीर होंगे, बेरोजगार हैं तो रोजगार मिलेगा, जिनकी शादी नहीं होती ऐसे जैसे, तो शादी करा लें, बस जाएं कर लें जो करना है आपने दुनिया में, लेकिन तिलावत तो सुननी पड़ेगी। नहीं सुनोगे तो फर्क नजर आ जाएगा आपको, जो सुनेगा मौज उसी की लगेगी। बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, वलीयुना रसूलुन साहिबुन नेमति बातिनुन खलीलुल्लाह अल-मुस्तगासु इला हज़रतिल्लाहि तआला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, शहीदुन अवामिना रसूलुन साहिबु ताज मौलिनुन बिइज़्निल्लाह अल-मुस्तगासु इला हज़रतिल्लाहि तआला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अल-मुस्तगासु या रसूलल्लाह अल-मुस्तआनु या रसूलल्लाह शफ़ातु या रसूलल्लाह अल-खलासु या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा अजिब दुआई बिहक अज़ील अस्माई शरीफा, या फ़र्दो या वितरो या क़ादिरो या मुक्तदिरो या मुक़द्दिमो या मुअख़्खिरो या वलो या आख़िरो या ज़ाहिरो या बातिनो या वाली या मुतआली या वाली या मुतआली या बर्रो या तवाबो या मुनइमो या मुंतकिमो या फ़ुओ या रऊफ़ो या मालिक अल-मुल्क या ज़ल जलाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा इहफ़ज़ना मिन अल-आफ़ाति वल बलियाति व बारिक लना फिर रिज़्क़ वल हसनात बिरहमतिका या अरहमर रहीमीन। ومن النار مخلصنا رسول صاحب المرابع عاشر النبي الله المستغاث الى حضرة الله تعالى
السلام و السلام عليك يا رسول الله افضل من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومحبوبنا رسول صاحب المنبر خطيب رحمة الله المستغاث الى حضرت الله تعالى. السلام و السلام عليك يا رسول الله مبشرنا رسول صاحب البيت عامر كعبة الله المستغاث الى حضرت الله تعالى. السلام والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله أكبرنا رسول صاحب المراج عالم غني بعلم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. السلام والسلام عليك يا رسول الله نبي آخر الزمان رسول صاحب الاجتهاد منتقم مستقيم مكرم الله المستغاث الى حضرت الله تعالى. الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وفي الدارين صادقنا رسول صاحب القيامه ناطق ملك شفيع الله المستغاث الى حضرت الله تعالى. الصلاه والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله مشفع الله الأمة يعيننا بشفاعة رسول صاحب النبوة محرم النبي الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أنت ولينا نبي رحمة سابقنا رسول صاحب الشفاعة حريص رؤوف الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سيد الجن والإنس نائن نبينا رسول صاحب كعبة قوسين هاشمي كرمة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله مقربنا رسول إلى رحمة الله وبركاته مئات ألف ألف مرة. صلاة وسلام على أفضل الأنبياء والأصفياء والأتقياء خاتم رسول الله المصطفى وحبيب المرتضى وصفي المجتبى صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجب دعائي بحق هذه الاسماء الشريفه يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا موتي يا ماني يا دار يا نافع يا نور 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 يا هادي يا بدي يا باقي يا نور يا هادي يا بدي يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا صادق يا ستار الهي الهي بحرمت هذه المفتحات الكريمات وجعلني مفتوحا بالعنايات والكرامات وفقنا بالطاعات والحسنات وحفظنا من الافات وحفظنا من الافات والبليات وبارك لنا في رزق والحسنات برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين.
صلوات اللہ تعالیٰ علیہ السلام و رحمت اللہ تعالیٰ. اللہم ارحم ابا بکر تقی و عمر نقی و عثمان زکی و علی الوفی اسد اللہ المرتضی و فاطمہ زہرا و خدیجۃ الکبریٰ و عائشہ صدیقۃ العمرہ و الحسن المجتبیٰ و الحسین شہید الکربلا و سعدہ و سیدہ و طلحہ و زبیرہ و عبد الرحمن ابن عوفیم و ابا عبیدہ ابن الجراح و حمزۃ و العباس و سائر صحابۃ و تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. اسألک ان تغفر لی ذنوبی و لجمیع المؤمنین والمؤمنات برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم اغفر لی ولی استاذیا ولی والدیا ولی من توالدا ورحمهما کما ربیانی صغیرا. واغفر لهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على حبيبه محمد واله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا انني في بحر هم مغرق خذ يدي ساهلنا اشكالنا. بسم الله الرحمن الرحيم. کر کے کھانی بہت اوکھی ہے اور مفت کی کھانی بہت ایزی ہے. کوئی اگر ہمارے ساتھ پڑھاکو ہوتا اور وہ یہ سبق پڑھ لیا کرتا تو ہم بھی تھوڑا آرام کر لیتے, پر افسوس سارے مسافر ہیں, ڈرائیور کوئی نہیں, نہ کنڈکٹر ہے کوئی. اللہ ہی ہے جو ہمیں بچا رہا ہے. بس اکھاں اڑیک دیاں, پھر بھی اکھاں اڑیک دیاں, دل واجا ماردا. کوئی تو کام کا ڈرائیور آ جائے جڑی ساری زندگی آسان بنا دے. یہ گھنٹہ دو گھنٹے گاڑی چلانا, تلاوت کرنا, خالہ جی دا گھر کوئی نہیں, کر کے کھانی بڑی اوکھی. چلو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کرم کریں, فضل تو اس مالک نے کیا ہوا ہے. مالک اور آسانیاں پیدا کر دیں اور صحت کاملہ عطا کریں, فولادی قوت ہونی چاہیے. وہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, قوت عشق عطا کریں, نگاہ مرد مومن عطا کریں. ہائے ہائے ہائے, یہ بغیر لاؤڈ سپیکر کے بڑی طاقت لگتی ہے, جبکہ وہ جو سپیکر پہ تو ہم تین تین گھنٹے لگا دیتے نا, وہ چونکہ یہاں سے آواز نکلتی, اب ادھر پیٹ سے نکل رہی ہے. اور یعنی بغیر ساؤنڈ سسٹم کے تلاوت کرنا ایسا لگتا ہے جیسے پورا وجود کام کر رہا ہے. اس وقت صرف آپ کے ہونٹ ہی ہلتے ہیں بس. چلو مالک جتنی محنت کرتے ہیں اتنا ہی اجر عطا کرتے ہیں. تو ابھی شجرہ طیبہ خاندان عالیہ قادریہ طرطوسیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھا حمد و ثنا رب اللہ کے واسطے, نعت احمد مصطفیٰ و مشتبہ کے واسطے, آل و اصحاب نبی پر صد درود و صد سلام اور اہل بیت والے اصفیاء کے واسطے, مغفرت و صاحب حضرات خلفائے رشید اولیاء و اصفیاء و اتقیاء کے واسطے, یا الہی بندائے مسکین قدا بے کس غریب ملتجی در پر بیٹھا التجا کے واسطے, سر پہ ہے امبارے سیاں دل پہ گمراہی کا داغ, نظر رحمت کیجیے اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے,
मुश्किलें सदा मुसीबत पेश आई हैं मुझे, मुश्किलें सब दूर हो हजरत अली मुश्किल कुशा के वास्ते। या इलाही दो बसीरत आके पाऊँ राह रास्त हुआ जा बसरी हसन पीरे हुदा के वास्ते। मैं हूँ अजमी पर खताओ मेरी खताएं बख्शियो ख्वाजा अजमी हबीबे किबरिया के वास्ते। कतरे रहमत का हूँ तालिब अगर होवे नसीब शेख बुदाऊ ताई पुरसफा के वास्ते। जाहिलो मजहूल हूँ मजहूल से मारूफ करो ख्वाजा मारूफ करखी पाशाह के वास्ते। सिर से सिरी करो इस अजनबी नादान को सिरी सुक्ति जनाबे पारसा के वास्ते। नफसे शैतान से बचाओ बंदाई मजलूम को बरकते ख्वाजा जुनेद औलिया के वास्ते। रहनुमाई कीजियो ऐ हादी इल्म लोदा शेख शिबली कुतुब आलम रहनुमा के वास्ते। या इलाही दिल में तू वाहिदी हो दीगर ना हो शेख अब्दुल वाहिद यमनी लका के वास्ते। करो फरासिल मुझे गमगीन को राहत मिले शेख हजरत अबुल फराह तरतुसिया के वास्ते। हसन त दुनिया व उकबा तिना या रबना शेख अनकारी हसन साहिब रजा के वास्ते। या इलाही या इलाही दो सादत खाद में मखदूम को शेख शेख अम्बू सईद पेशवा के वास्ते। कादरा कादर करो इस नफ्स शैतां पर मुझे शेख अब्दुल कादर सदरुल्ला के वास्ते। करो अता रजाक मुझको रोजिए वसलो लिका सैयद खल्क अब्दुल रजा कौलिया के वास्ते। या इलाही हुस्ने अखलाकी मुझे कीजियो अता ख्वाजा हसन अली करशी पाशाह के वास्ते। हाफजा इस नफ्स दुश्मन से हिफाजत कीजियो शेख हजरत हफ्स अबू बकर औलिया के वास्ते। हिरसो ख्वाहिश से बचाओ पर शिकस्ता बेनवा शाह सुलेमान साहिब जय शोलिवा के वास्ते। मेरे संगीन दिल को यार मोमसा करो प्यार से शेख बुदाऊद पीरे औलिया के वास्ते। या इलाही करो मुझे मकबूल अपनी राह का ख्वाजा अबू बकर मकतूल रजा के वास्ते। तूतिया ए तूरे मूसा आँख में डालो मेरी मूसा अल भी तबीब अकरमा के वास्ते। नेक सा करो मेरी किस्मत खुदाया बानसीब शेख बुलका सिम जनाबे पारसा के वास्ते। तू मेरा माबूद हक मेरी दुआ को करो कबूल सैयद आबिद कबीरुल औलिया के वास्ते। खींचियो मेरे गुनाहों पर मुआफ़ी का कलम खींचियो मेरे गुनाहों पर मुआफ़ी का कलम सैयद आमद वली फरखलका के वास्ते। तिश्नाए लबू मैं पिलाऊ का साहे आब आयात खिजर अब्दाले बेअबानी अदा के वास्ते। इफ्तखार फ़ख्र से मुझको इलाही मीर करो हजरत शामीर पीर औलिया के वास्ते। दो साद जाविदाए मालिक हर दो जहां शाह सईद मजरे नूरे खुदा के वास्ते। या इलाही दो मुझे उल्फत से दीदारो जमाल ख्वाजा शाह जमाल अहले सफा के वास्ते। करो करम हम पर खुदाया बेनवाए सख्तर ख्वाजा अब्दुल करीम पारसा के वास्ते। राहिमा रहमत करो मिस्कीन है दर पर बैठा साहिब अब्दुल रहीम मौलिया के वास्ते। पालियो शीरे मोहब्बत से ये तिफले नातवा हजरत शेर मोहम्मद पाशाह के वास्ते। या इलाही फैज के चश्मा से अब शराब करो शाह मोहम्मद फैज फियाजुल वरा के वास्ते। नूर आहमद से मुनवर की जियो दिले खुदा नूर आहमद के बलाई नूरुल हुदा के वास्ते। ऐ मददगारे जहां यारी करो ना तमाम सखी अहमद यार किबलात किया के वास्ते। या इलाही इस गदाओ को अपनी उल्फत में सदा रखो मोहम्मद उमर महबूबे खुदा के वास्ते। या इलाही इस गदा को अपनी उल्फत में सदा रखो मोहम्मद उमर महबूबे खुदा के वास्ते। किबला काबा इमामुद्दीन की खातिर इलाह करो नजर हम पर इमामुल असफिया के वास्ते।
قبلہ حاجات حضرت غلام سرور کی طفیل و دعا مقبول مرشد رہنما کے واسطے دین و دنیا میں ہماری کرو حفاظت ہے خدا حضرت خواجہ محمد حفیظ اللہ پیر ماں کے واسطے نور عرفان سے منور کیجیے دل ہے خدا حضرت خواجہ سخی نور سائیں صوفی حکیم عبد المجید قلندر زماں پیشوا کے واسطے اے خدا ہر دم رہے تیرا کرم میرا رفیق حضرت خواجہ محمد رفیق اللہ پیشوا کے واسطے ساکیا بر بر پلاؤ اب جام عبادت سے ہمیں بے خبر ہستی سے نولیا کے واسطے دین و دنیا کی بھلائی الہی کرو نصیب خاندان عالیہ قادریہ ترتوسیہ کے واسطے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے خدا وندہ تو ذات کبریا کے واسطے رحم کرو ہم پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے اے خدا ہر دم رہے تیرا کرم میرا رفیق حضرت خواجہ محمد رفیق اللہ پیشوا کے واسطے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے خدا وندہ تو ذات کبریا کے واسطے رحم کرو ہم پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے میں ہوا ہوں سخت زار اس بندے میں نتمی اسیر کھول دو مشکلیں سب حضرت علی المرتضیٰ کے واسطے خواجہ بصری حسن کا نام لاتا ہوں شفیع شیخ عبد الواحد اہل بقا کے واسطے فضل کرو ہم پر طفیل خواجہ ابن عیاض شاہ ابراہیم بلخی پادشاہ کے واسطے حضرت خواجہ حذیفہ کے لیے رحم فرماؤ حضرت عبیرہ بصری صاحب عہدہ کے واسطے خواجہ ممشاد کی خاطر میرا دل شاد کرو شیخ موئی صاحب قطب چشتیہ کے واسطے خواجہ عبدال احمد بو محمد مقتدہ خواجہ بو یوسف صاحب صفا کے واسطے خواجہ مودود حق اور خواجہ حاجی شریف خواجہ عثمان الاقتدا کے واسطے خواجہ مودود حق اور خواجہ حاجی شریف خواجہ عثمان الاقتدا کے واسطے والی ہندوستان خواجہ معین الدین حسن خواجہ قطب الدین قطب لتکیہ کے واسطے کام کرو شیریں طفیل خواجہ گنج شکر اور نظام الدین محبوب خدا کے واسطے خواجہ مودود حق بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان پہ آپ نے توجہ رکھنی ہے. ہم نے موبائل لگائے اور چارجنگ پہ ساکٹ میں سب, لیکن اٹس ناٹ گوئنگ آن. اسی طرح یعنی ابھی پلگ بھی لگا ہوا ہے, سب کچھ ہے, لیکن ابھی اس نے میسیج دیا ہے کہ بیٹری ختم ہونے والی ہے. تو تاریں بھی لگی ہوتی ہیں, ساکٹ بھی لگی ہے, پلگ بھی آن ہے, ایوری تھنگ, لیکن کرنٹ از ناٹ گوئنگ تھرو, پاس نہیں ہو رہا ہے. بالکل ان دا سیم سٹائل, مسلمان تو مسلمان ہے لیکن اس کا کرنٹ پاس نہیں ہو رہا ہے. اٹس ناٹ پراپرلی کنیکٹڈ ود ہز گاڈ, اللہ سے کنیکٹ ہی نہیں ہو رہا ہے. ساکٹ بھی ہے, نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں, حج بھی کر رہے ہیں, عمرے پہ بھی جا رہے ہیں, لیکن جب تک یہ پراپرلی مینج نہیں ہوگا لائف میں سکون نہیں آئے گا. صحت کہاں سے ملے گی؟ شیطان از ورکنگ ویری مچ ہارڈ. تو ٹیک کیئر, جب بھی موبائل لگائیں یہ کنفرم کر لیں کہ یہ پلگ آن ہو چکا ہے یا نہیں, ورنہ جیسے ابھی ایک گھنٹے سے لگا ہوا ہے اور اب بیٹری لو ہے. اسی طرح انسان کے پھر اچانک شوگر لو ہو جاتی ہے اور بلڈ پریشر اپ ہو جاتا ہے. تو بس تلاوت, آپ نیکی تو کرنی ہوتی نا, آپ نے جہاں اتنی نیکیاں کرنی ہے, ایک نیکی ہم پہ یہ بھی کر لیں کہ آپ تلاوت سن لیا کریں اور دعا کر لیا کریں, جو مانگنا ہو مانگ لیا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ए खुदावंदा तू ज़ाते किबरिया के वास्ते रहम करो हम पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के वास्ते। मैं हुआ हूँ सख़्ज़ार इस बंदे मेहनत में असीर, खोल दो मुश्किलें सब हज़रत अली अल मुर्तज़ा के वास्ते। ख्वाजा बसरी हसन का नाम लाता हूँ शफी शेख अब्दुल वाहिद अहले बका के वास्ते। फजल करो हम पर तो फैले ख्वाजा इब्ने अय्यास शाह इब्राहिम बल्खी पादशाह के वास्ते। हजरत ख्वाजा हुज़ैफ़ा के लिए रहम फरमाओ, हजरत हुबैरा बसरी साहिब हुदा के वास्ते। ख्वाजा मुमशाद की खातिर मेरा दिल शाद करो शेख बुईसा कुतब चिश्तिया के वास्ते। ख्वाजा अब्दाल अहमद बू मोहम्मद मुक्तदा ख्वाजा बू यूसफ साहिब सफ़ा के वास्ते। ख्वाजा मौदूद हक और ख्वाजा हाजी शरीफ ख्वाजा उस्मान अल इक्तदा के वास्ते। वाली हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन ख्वाजा कुतुबुद्दीन कुतुबुलतकिया के वास्ते। काम करो शीरी तफेले ख्वाजा ए गंजे शकर और निज़ामुद्दीन महबूब खुदा के वास्ते। दिल को रोशन करो तफेले शाह नसीरुद्दीन चिराग और कमालुद्दीन कमाले असफिया के वास्ते। दूर करो जुल्मत सिराजुद्दीन ख्वाजा के लिए और ख्वाजा इल्मुद्दीन नूरुल हुदा के वास्ते। हजरत महमूद राजन सरवरे दुनिया और दीन और जमालुद्दीन जुम्मन साहिब सफ़ा के वास्ते। शेख हसन और ख्वाजा शेख मोहम्मद के तफेल ख्वाजा हजरत यहिया मदनी मुक्तदा के वास्ते। शेख हसन और ख्वाजा शेख मोहम्मद के तफेल ख्वाजा हजरत यहिया मदनी मुक्तदा के वास्ते। फजल करो हम पर तफेले ख्वाजा ए आली जनाब शेख शमसुद्दीन शमसे चिश्तिया के वास्ते। शेख हसन और ख्वाजा शेख मोहम्मद के तफेल ख्वाजा हजरत यहिया मदनी मुक्तदा के वास्ते। फजल करो हम पर तफेले शाह कलीमुल्ला वली और निज़ामुद्दीन मकबूल खुदा के वास्ते। दीन और दुनिया का वसीला पीरे आलम फखरुद्दीन ख्वाजा नूर मोहम्मद रानुमा के वास्ते। पाउंडिया नहीं चाहिए, समझ नहीं आती ये दुनिया देखी तो क्या कहेगी, कैसे बैठे पता नहीं कितनी अकलमंद है यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूर करो जुल्मत सिराजुद्दीन ख्वाजा के लिए और ख्वाजा इल्मुद्दीन नूरुल हुदा के वास्ते। हजरत महमूद राजन सरवरे दुनिया और दीन और जमालुद्दीन जुम्मन साहिब सफ़ा के वास्ते। शेख हसन और ख्वाजा शेख मोहम्मद के तफेल ख्वाजा हजरत यहिया मदनी मुक्तदा के वास्ते। फजल करो हम पर तफेले शाह कलीमुल्ला वली और निज़ामुद्दीन मकबूल खुदा के वास्ते। दीन और दुनिया का वसीला पीरे आलम फखरुद्दीन ख्वाजा नूर मोहम्मद रानुमा के वास्ते। ख्वाजा हजरत शाह सुलेमान दोजा के दस्तगीर के बुलाया जातो का बामुद्दा के वास्ते। फजल करो हम पर तफेले ख्वाजा ए आली जनाब शेख शमसुद्दीन शमसे चिश्तिया के वास्ते। हजरत ख्वाजा मोहिबुन नबी मौलवी अब्दुल गनी करो गनी इस पीर उमर शदरानुमा के वास्ते। सदका मोहिबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का हो जाए वा गंजे उबे मुस्तफ़ा रिगदा के वास्ते। हजरत ख्वाजा मोहम्मद हफीजुल्लाह चिश्ती कादरी गंज बख्शे मजरे जुदे इलाह के वास्ते। रंग दो रंगे उबे अहमद में मेरे परवरदिगार गुलजार सरवरे गुलाम अहमद पादशाह के वास्ते। पीर और मुर्शद से रहे दिल में मोहब्बत और खुलूस मेरे मुर्शद पाक जाने औलिया के वास्ते। जीनते सजादा ख्वाजा हफीजुल्ला वली हजरत ख्वाजा मोहम्मद रफीकुल्ला पेशवा के वास्ते। बख्श दो अपनी मोहब्बत कता कर दो माँ सिवा बरकते पीराना ए शजरा चिश्तिया के वास्ते। बंद करें दोबारा लगाए। ये नहीं आने चाहिए, हाँ जी ऊपर वाले से करेंगे, ऊपर ही से आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراك والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس موتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كاف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله واسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وسدرة المنتهى مقامه وكعب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى ثقلين ابي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي ساهلنا أشكالنا بسم الله الرحمن الرحيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله أصون جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما آمين الحمد لله رب العالمين چونکہ ایم این اے ٹاک شو کا وقت نہیں ملتا نا یہ شارجہ ہے اور یو اے ای یونائٹیڈ عرب امارٹس تو خوب پیسے کماؤ محنت کرو تاکہ یہاں آ سکو دیکھ سکو وزٹ کرو سیر سپاٹا کرو علم حاصل کرو دوسرے ممالک میں جا کے اور شان سے جیو اور شان سے مرو. تو چودھری عبد الباسط کا بھی شکریہ اور عریبا جو بھی لائن پہ آئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ذاتی پرسنل لائن دے دے اور جینے کے طور طریقے سیکھ لو. زندگی بالکل ٹمپریری ہے, بالکل عارضی. کاغذ جو ہے اس میں شاید کچھ جان ہو, انسان تو بالکل سو جائے اور نہ اٹھے تو کیا کر لے گا. پھر چار بندے پکڑ کے اٹھانے, چلے چلیے دنیا دی اس نکرے جتھے بندہ نہ بندے دی ذات ہوئے. لیکن انسان کو انسانوں کے ساتھ اس طرح پیار کرنا چاہیے جیسے ماچس اور تیلی پیار کرتے آپس میں. اگر وہ پیار نہ کریں تو روشنی کہاں سے آئے, آگ کہاں سے چلے. تھینک یو ویری مچ فار ٹوڈے. انشاءاللہ لگ رہا نا شکل سے تھکا ہوا ہوں, تو حالانکہ یہاں گاڑیوں میں پھرتے ہیں لفٹوں میں سیر کرتے ہیں اور اس کے باوجود دیکھو تھکاوٹ. تو ساؤنڈ سسٹم بہت ضروری ہے. انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ ہم کوئی اچھا سا ساؤنڈ سسٹم خریدیں گے جو جیب میں آ جائے. بس یہاں سے نکالا مائک اور بات شروع کر دی. تو آپ سب لوگ بھی یہ تلاوت کرنا شروع کریں, چونکہ ظاہر ہے آج نہیں تو کل ہم نے چلے جانا. ٹکٹ تو کٹائی ہے, ویزا لگا ہوا ہے, لیکن وہ سارا مسئلہ 34,000 روپے کا ہے. بس اللہ فضل کرے, کرم کرے. یہ جو قرضئی لوگ ہیں نا, اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی کرم کریں اور سارے قرضے عطا کروا دیں, چونکہ اللہ کے سوا یہ پرسکون زندگی نہیں ہو سکتی ہے. تو بیماروں کو صحت مل جائے اور علم کے پیاسوں کو علم مل جائے, اور علم بھی وہ مل جائے جس سے
अल्लाह सुबहानु व ताला की कुर्बत मिल जाए, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मिल जाए, वो इल्म मिले, वो पैसा मिले जिससे हम अल्लाह ताला तक पहुंच सकें और इंसानों की खिदमत कर सकें, चूँकि असल मर्तबा ही इंसानों की खिदमत है। और अगर किसी ने कोई मुकाम बनाना है तो वो हम जैसों की खिदमत कर लें। बस बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। हंसते मुस्कुराते रहिएगा और खाते पीते रहिएगा। आँख मिली है, दिल भी मिल जाएगा अपना। तो बहुत शुक्रिया। और एनी जो है वो तौकीर साहब का बहुत ख्याल रखें, और तमाम बीवियाँ शादीशुदा जो हैं वो अपने शोरों का ख्याल रखें, ये उधर उधर देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। फिर मुलाकात करते हैं अभी, चूंकि आज हमने को बड़ा टॉप क्लास डिनर करना है। बहुत अय्याशी करेंगे आज, आप देखते रहिएगा बस।